ونرمين كمان من أروع خلينا نقول القامات اللي حترافقنا بصباحنا لليوم. صحيح، وصلنا لمساحة جديدة من مساحاتنا مع قامة فنية مميزة تعد من رواد الدراما السورية وأحد المؤسسين لنقابة الفنانين السوريين برصيده العديد من الأعمال في التلفزيون والإذاعة والمسرح والسينما، وشارك بأولى الأعمال الدرامية اللي عرضت مع بدء التلفزيون السوري. أكيد بيسعدنا نرحب بالقدير والفنان الكبير بسام لطفي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وأوقاتكم، وأنا سعيد جدا أن أكون بالإخبارية السورية. نحن أسعد، لأنه هي أول مرة أنا بطلع على شاشة الإخبارية، لأنه الإخبارية السورية أنا بعتبرها هي الوليدة المدللة للتلفزيون العربي السوري. طلعت على سوريا دراما تلفزيون، هلا عندكم، كثير سعيد بوجودكم. اهلا وسهلا يا استاذ بسام، ونحن اسعد بوجود حضرتك بهذا اليوم المميز. كل عام وانت بالف خير، والله يمد بعمرك يا رب. اليوم لما بنحكي عن هي السنين الطويله من 1960 وحضرتك كنت شاهد منذ اللحظات الاولى لحد اليوم على هذا العطاء الكثير كبير، خلينا نرجع مع بعض بالذاكره ونسترجع مع بعض اهم اللحظات يلي مريت فيها منذ تاسيس التلفزيون لحد اليوم. هاي ذكرى ما بتروح من البال، وما بدت هي الذكرى من 23 تموز يوم بدء البث، بتبدا من قبل التحضيرات اللي كانت تصير لحتى يكون في تلفزيون بالبلد. كان مثل خليه نحل، فنيين بدهم يسافروا يبعتوهم على الدول الشقيقه على الدول الصديقه يعملوا دورات، من مخرجين من فنيين من اداريين. كان المبنى بتذكر تبع المؤقت للتلفزيون كان بشارع بغداد الراجع اللي هلا هو مستوصف القوى الجوية. هنيك كان مركز الإدارة، وكان عم يتحضر الاستوديو تبع المبنى الرئيسي بساحة الأمويين. فبيجيني تليفون على البيت بيقولوا بدهم اياك تيجي على مقر التلفزيون، بده يشوفك مخرج. انبسطت انا لانه كان اول طلعتي بالتلفزيون، هي شغله كبيره انه انا اطلع بالتلفزيون. رحت على هالمبنى سالت، قلت لهم طالبني المخرج سليم قطايا الله يرحمه وينه، قالوا لي بمحل الفلاني مكتبه. طلعت لفوق ما كان جوات مكتبه، كان واقف برا على الباب عم يستنى. شافني قعد يطلع فيه هيك من فوق لتحت من فوق لتحت، بعدين قال لي يلا مثل لي. قلت له شو بدي مثل لك هون، انا قدامك، عجبتك خذني، ما عجبتك قال لي مع السلامه. قال لي لا عجبتني وراح يكون لك دور. هاي العمل كان تمثيليه اسمها الغريب، وهي اول تمثيليه بنتجها التلفزيون العربي السوري. كان قبلها طالع عمل، في عمل اسمه مأخوذ عن رابعة العدوية، هذا السكتش المصري، بس هون جابوا ممثلين سوريين لبسوا هاللباس ويحركوا شفايفهم حسب ما الغناء والممثلين المصريين. جينا مشان تمثيلية الغريبة، جابوا، كان بذكر كان معنا سيدة سراء دبسي والمرحوم ياسر أبو الجبين ممثلين فيها، يعني نحن ثلاثة أهم أدوار. عملنا بروفات عليها، بروفات كثير مكثفه. بعدين بدنا وقت التصوير بدنا نطلع على الجبل لفوق على قاسيوم، ما في استوديو. طلعنا على قاسيوم بس كنا حافظينها بالمئة مئة لانه ما في مجال للغلط. بدها تنباع، تنبس على الهواء، بتنزاع على الهواء وبنفس الوقت ممكن تسجل. تقدمت هالتمثيليه، وهي كانت الغريب عن القضيه الجزائريه. يعني تصور انه التلفزيون العربي السوري في نفس عربي، مو بس بحكي عن سوريا، بحكي عن الدول العربيه كلها. تقدمت ونزاعت التمثيليه. بعد كم يوم انا فايت على المبنى لغرفه المخرج، ما كان جاي، قاعد عم بستنى ولا بجيته. قال لي تعال اقول لك شو صار معي اليوم مع الدكتور صباح قباني مدير التلفزيون. قلت له خير ان شاء الله. اللي فوتت له المعامله الماليه مشان يوقعها، لانه اذا ما وقعها ما بنقبضها. قام اخذ الدكتور القائمه وطلع فيها، كان
اثنين انا دوري ثاني مو اول. الدور الاول بيعطوه 150 ليره، الدور الثاني 75 ليره. قام شو قال له الدكتور؟ قال له بسام كان كويس حط له 150 ليره. 150 ليره في تقدير للجمهور. كان هي اول يعني بعتبره انا اول تكريم اخذته من التلفزيون السوري. واستمرت رجع التكريم الثاني يمكن عام 2018 كرمتني وزارة الإعلام وشكرا لهم لأنه قدروا خدماتي على مدى السنين بالإذاعة وبالتلفزيون خاصة بالإذاعة. فلما أعطوني التكريم أعطاني السيد الوزير التكريم أخذته ورحت على الميكروفون قلت أنا هي جائزة بدي أقسمها ثلاث أقسام. القسم الأول بدي أعطيها للمخرجين والفنيين اللي انتقلوا إلى رحمة الله، والقسم الثاني بدي أعطيه للعاملين الحاليين بالتلفزيون مشان إن شاء الله الله يستمروا بالعمل لقدام، والقسم اللي بيزيد هو إلي. كان هذا كمان تكريم بهتم فيه. بعد الغريب فبلش سليم قطايا كان مخرج متميز، بس الله يرحمه ما توفى بسرعة ب 63 بسكتة قلبية. عملنا برنامج اسمه ساعي البريد، مسلسل هذا ساعي البريد بتيجي رسالة من مواطن بيجيبها ساعي البريد تتقدم لمعد البرنامج لمعد التمثيلية بيحولها لتمثيلية. التمثيلية أنا بكون أحد بطل هالتمثيلية هي. انعرض بعد ما تنتهي التمثيلية بيجيبوا ناس مختصين بعلم النفس علم الاجتماع بناقصوا الحالة الاجتماعية اللي تقدمت. فبعد ما انزعت أول حلقة فايت على التلفزيون كانت الله يرحمها أو الله يطول بعمرها مذيعة اسمها هدى زلفو قالت لي بسام تعا شوف تعا مكتبي شوف شو فيه. قلت له شو في خير؟ فت على المكتب والأكوان من الرسائل كلها تحية وتأييد، بس يعني هاي شغلات تعطيك دفع ومعنويات حلوة. إنه أنت كيف كنت تشوف رد فعل الناس اللي حواليك؟ بالنسبة للناس رد فعل الناس اللي حواليك أستاذ بسام بهديك الفترة كيف كانت؟ اللي حواليي؟ مو العاملين بالتلفزيون، الوسط المحيط إن كان عائلة أقارب أصدقاء من خارج الوسط جيران كمان. يعني أنا يخليني أحكي عن فترة الإعداد للتلفزيون كانت فترة لا تنسى. التلفزيون حطوا أجهزة بالساحات مشان يحضروا العالم افتتاح، واللي تمكن ماديا إنه يجيب جهاز حط الجهاز بيته ما تسمعي إلا أصوات واحد فوق وواحد تحت، ما في تليفون وموبايل. قال له كيف الصورة؟ منيحة؟ خد على اليمين، رجع، ثبت، بعد هيك كانت وضع الشام. والناس عم تستنى الفرحة الكبيرة إنه بده يصير في تلفزيون بسوريا، وصار الافتتاح وكان شغلة حلوة لا تنسى. أكيد يعني أهلنا حكونا لما التلفزيون فات على كل بيت سوري كان مقصد، يعني ببداياته كان بعدد من البيوت، البيت اللي بيكون فيه هذا التلفزيون كانت السهرات عنده الجيران كلياتهم يلتموا عنده. هي الله يعينه اللي كان عنده تلفزيون بده يتحمل، بده يجوا جيران، بده يجوا قرايبين. اكيد يعني بس هي ذكرى قديش حلوه يا نرمين. بس حلو كان جماعات حلوه يجتمع الناس مع اللي بيحبهم. صحيح. أكيد ذاكرتك فيها العديد من الأسماء الفنية يلي كانت بديت معهم حلاوة البدايات، أسماء فنية سواء مخرجين أو فنيين أو حتى ممثلين منهم رحلوا منهم بعدهم، شو بتتذكر عن هاي المواقف خصوصا بالبدايات إذا بدنا نقول يلي جمعيتك مع كبار هاي الأسماء؟ بعد فترة التأسيس دخل ممثلين، دخل الله يرحمه رفيق سباعي عبد اللطيف فتحي بالبدايات ما كانوا بعد، وبعدين بعد فترة التأسيس بشوي دخل دريد دحام الله يطول بعمره القامة الفنية الكبيرة. في كثير مر على التلفزيون العربي السوري
شخصيات ممثلين كبار كثير ولحد الناس تتذكرهم، منهم الله يرحمه محمود جبر كمان، هذا لا ينسى. فات كمان استدعى يوم دريد لحام لبرنامج تلفزيوني فكاهي اجتماعي، كمان قدم شغلات حلوة. يعني أنا بعتبر أنا حظي منيح إني كنت أنا مثل ما قلتي بالبدايات، إنه هذا المبنى حالياً التلفزيون السوري بيعني لك كثير. أنا أقدم واحد بفوت عليه، ما في واحد أقدم مني الحمد لله، والله أكرمني كمان إنه أنا كنت أحد مؤسسي المسرح العسكري ومؤسسي المسرح القومي ومؤسسي نقابة الفنانين. الحمد لله اشتغلت بكل المجالات واشتغلت فيها بإخلاص ومحبة وأخذت نتيجتها. أخذت نتيجتها يعني بجوز مو يعني بعتبر أخذت نتيجتها من الناس، الناس حبت الناس. يعني لما بمشي بالطريق أنا بذكروني الكبار، بذكروني بأعمالنا القديمة اللي كنا نعملها بالستينات. هذا شعور حلو، هذا يعني فخر كبير. حتى من البرامج الحلوة اللي بتذكرها كان في مخرج اسمه عاطف حلوي بده يعمل برنامج اسمه مع الأفراح، كان باستديو 2 بالتلفزيون السوري، يجيبوا جمهور فرقة موسيقية ومطربين ومطربات وضيوف من لبنان، فبده عروس وعريس. أنا كنت وقتها متجوز جديد حلو يعني أول زواجي، قام قال لي أنت بدك تكون أنت تيجي أنت وما زوجتك تقعدوا على الأسكي وتحضروا الاحتفال. صارت الحفلة هي وكانت عم يقدمها كان أم كامل أنور البابا الله يرحمه، كان نجاح سلام من لبنان عم تغني، وفرقة موسيقية طويلة على الجمهور. كان برنامج حلو كثير، بس الطريف إنه بعد ما انعرض البرنامج قام شو جاء رسائل كثير اتصالات للمخرج، قال شو أنتم عم تضحكوا على العالم؟ هذا مو مو عرس مزبوط، هذا جايبين ممثل وجايبين أي واحدة وحطتهم من العرسان. قال له لا، هذا هو زوجته مزبوط وبيته موجود بأبو رمانة خلف السفارة السعودية، روحوا تفضلوا زوروه. بهالمناسبة هاي بهالعرس هذا الحفلة جاني كثير هدايا، بس الهدايا اللي ضلت حرقة بقلبي لهلا ما أخذتها من شركة الطيران العربية السورية. قدموا إنه لك أنت وزوجتك بطاقتين سفر ذهاب وإياب لقبرص تقضوا إجازة، ولهلا ما كنت استلم إجازة. روح لعندهم راجع بنديت قبل ما رجعتهم وراحت هذا وما عطوني الجائزة. خلص النية كانت موجودة. أستاذ أحمد، يعني خلينا أستاذ بسام خلينا نحكي اليوم عن الفنان ابنك إياس أبو غزالة. هذا الفنان المحبوب طبعا يلي كمان حبوه الناس، ولما دخل بالبداية شو كانت أهم النصائح له؟ هل كنت تتابع أعماله وتعطيه نصائح تنتقده ببعض الأوقات؟ كيف كانت العلاقة بينك وبينه؟ أنا كان عندي محل بسوق الشام المركزي بالمشروع، كان هو عم يديره، كان اخذ الكفاءه عم يدير المحل سنه سنتين، صار وقت البكالوريا ما لقيته الا بيجي بيقول لي انا بدي اقدم بكالوريا وبدي ادخل على المعهد حلو صير ممثل فجاه بدون مقدمات ابدا يعني. قلت له بس وينك؟ اذا حابب هالشغله ومتاكد بدك اياها الله يوفقك، بس انا كل الاساتذه بالمعهد اصدقائي من المدير وانت نازل، ما بحكي لك مع حدا، يا بتكون انت قد المسؤوليه وبتنجح يا بلا. قال لي لا تحكي لي مع حدا. قدم بكالوريا ونجح وقدم ودخل المعهد. فتره المعهد كمان كانت حلوه بالنسبه له، كان من زملائه معه بالمعهد نفس الدفعه تيم حسن باسل خياط وخصي خولي صار اللي هلا نجوم، فهذول كانوا يقعدوا بالمعهد للساعة 7-8
تكون زوجتي محضرت لهم العشاء جايين تعبان، يطلعوا من المعهد ويجوا لعنا على البيت يحضروا. حتى بذكر انه مصطفى الخاني مره قال لي ما بتروح من بالي انه مره كنا عندك وكان عم نعرض لك تمثيل مسلسل اسمه بنت الدره، وانا ما عم صدق حالي انه عم شوف التلفزيون وعم شوفك قاعد معك. ومره كنت اجوا هو ورفقاته قال بدنا نحضر لك حضور عمل عم تصوره، كنا عم نصور مسلسل يوم بيوم باحد الاجنحه بمعرض دمشق الدولي. فاجوا وقفوا يتفرجوا عم صور انا، خلصت تصوير طلعت وقفت مع قصي خولي قال لي اخ يا عمو شو مشتي انا وقف قدام الكاميرا وصور. قلت له طول بالك بكره بدك تمل قد ما بدك تصور، طول بالك. تخرجوا واشتغلوا الحمد لله كلهم كانوا متميزين وطلعوا واشتغلوا. وفي إياس كمان إلى جانب عمله بالتلفزيون أثبت موجودية بالدوبلاج المسلسلات، يعني يعتبر هو من حوالي من أكثر 10 مرغوبين بالدوبلاج، يعني الشركات برا بالدول العربية بيطلبوه تحديداً إنه يكون موجود. كتير حلو. وما اعتمد على حدا، اعتمد على حاله إياس أبداً. بس كيف يعني اللي بيشوفه بيقولوا بيمدحوه بيقولوا له ما شاء الله عليك نفس ترباية وأخلاق أبوك، إن شاء الله هيك مستمر. قد ايه بيكون شعورك بالفخر كتير كبير والرضا لما بتشوف نجاح إياس، لما بتشوف تعليقات الناس على أدائه على عمله على أخلاقه، قد ايه بتحس إنه هذا إنجاز كتير كبير بالنسبة لك؟ كتير بكون سعيد وبتمنى يكون أحسن مني دائماً دائماً. الأب بحب يكون أولاده أحسن مني، وإن شاء الله الله بيوفقه هو وزملائه ويطول بعمرك يا رب. حضرتك ذكرتك غنية بالأحداث وبالمواقف وبالعديد من الشخصيات اللي عاصرتها سواء من الجيل القديم أو الجديد. بتفكر حضرتك تكتب كتاب أو توثق هاي الذكريات لحتى يعني الناس لو بعدين ترجع تقراها؟ بتفكر أنه توثق اليوم هاي الذكريات اللي موجودة بكتاب أو بأي طريقة؟ يعني وثقها تقريبا هذا كله هذول يعني موجودين موثقين بالمقابلات وعن النت وكذا، يعني اي واحد بيفتح على النت بحط اسمي بشوف معلومات كامله علي. من وقت كنت انا بطول كرم ولدت بطول كرم لما جيت على سوريا ب 48 وعساس جاي انا شهرين ثلاثه وراجعين، اجينا لبيت جدي لانه انا امي دمشقيه من الشاغور، جينا على بيت جدي وعد ثلاث اشهر سحبوا لهلا. لكن اذا بدنا نقول عن التعلق الاكبر هو كان بالاذاعه، شو السبب؟ الاذاعه فن كبير، الناجح بالاذاعه بينجح بالاعمال الثانيه، مدرسه كبيره، انت توصلي احساسك وشعورك والكلمه اللي عم تقوليها عن طريق اذن المستمع مو قليله هي. بالتلفزيون لما عم تصوري تمثيليه في عندك شغلات مساعده، الديكور، الصوت، المناظر اللي معك بسهوله بتوصل، اما بالاذاعه ما بيقدر يوصل هالاحساس للمستمع الا واحد متمكن. نعم هذا السبب. تمام استاذ بسام، رح نترك كلمه الختام لحضرتك، باي رساله اليوم بتحب توجهها لكل العاملين لكل زملائك؟ تفضل. اولا انا بتمنى من كل زملائنا، انا مفتخر ب خريجين معهد العالي فنون المسرحية لأنه أنا كانت حرقة بقلبي أول ما بديت أنه لا أكون بالمعهد، بس ما خدمت الظروف. أنا اللي استفدت منه مو معهد، من التجربة والمران. بتمنى لهم النجاح والتوفيق وبقول لهم بصيهم إياكم والغرور، وأهم شيء لازم تحافظوا عليه هو محبة الناس، هي اللي بتخليكم تستمروا وهي بتخليكم تتألقوا. كونوا متواضعين مع الكل، يعني انا بشوف ناس بيقولوا لي والله فلانه حاولنا نحكي معها كانت صدتنا، هذا ما بيجوز. هذا الفنان المواطن او المواطنه اللي عم تيجي تحكي معك من محبتها لك عم تحكي معك، فكونوا معهم لطفاء وابتعدوا عن الغرور، ما بيقتل الفنان الا الغرور. اكيد
مشكور كل الشكر استاذ بسام انك لبيت دعوتنا لليوم، الله يمد بعمرك، وشكرا كثير لك انه استرجعنا مع بعض يمكن لحظات كثير حلوه وهي محفوره بقلبك وبذاكرتك، كل الشكر لك ولك وتحيه اكيد كثير كبيره لعائلتك. شكرا لكم اولا لكم انتم لانه كانوا اسئلتكم تمام مثل ما بدي. بشكر الفنانين اللي خلف الكاميرات اللي في الكنترول، لانه هدول جنود مجهولين بيستاهلوا دائما انه نحييهم. اكيد اكيد. وبتمنى لكم النجاح والتوفيق ومن هل من حسن الى احسن ان شاء الله. شكرا لك. شكرا كثير لك ولوجودك معنا، حضرتك قامه سوريه فنيه بنفتخر فيها دائما. شكرا كثير لك. الله يسلمكم يا رب. شكرا لك.